أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك على ضرورة استمرار الحوار الوطني الجنوبي في مرحلته الثانية مع كافة المكونات الجنوبية التي لم يتسنى لها الانخراط في المرحلة الأولى للحوار. جاء ذلك لدى لقاء في العاصمة عدن بالقيادة محمد عوض السعدي ممثل الهيئة الوطنية الجنوبية ببريطانيا، واطلع اللواء بن بريك من ممثل الهيئة الوطنية الجنوبية على نشاطات الهيئة منذ تأسيسها يداً على عدد من القيادات الجنوبيه من جانبه عبر ممثل الهيئه الوطنيه الجنوبيه ببريطانيا على نشاطات الهيئه منذ تاسيسها على يد عدد من القيادات الجنوبيه من جانبه عبر ممثل الهيئه الوطنيه الجنوبيه ببريطانيا عن شكره للواب بريك على حسن الاستقبال ورحابه الصدر مثمنا حرص المجلس الانتقالي على التلاحم والاصطفاف الجنوبي.